أعرفكم أعزائي، إذن غادي نبدأ بحول الله الجواب على التمرين الأخير. السؤال الأول فيه هو مثل نقاط أ و بي و سي. أولا، من الأحسن في التمرين هذا ناخد معلم متعامل منظم وناخد الوحدة كبيرة شي شوية. دونك إذا كانت صغيرة ما يبانش لنا الشكل مزيان، ناخد وحدة كبيرة تما أو أن فيندرتو أو دو فيندرتو، معلم متعامد منظم. إذن بالنسبة للنقطة أ، لحق النقطة A هو E، إذن يساوي 0 زائد 1 E. النقطة اللي الجزء الحقيقي ديالها، اللحق ديالها 0 زائد 1 E، الجزء الحقيقي 0 والجزء التخيلي 1، هي هاد النقطة. بالنسبة للنقطة B، ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 E هو اللحق ديالها. إذن هكا ما يمكنش لينا نلقاو النقطة B من انطلاقا من هنايا كما درنا النقطة A، لأن ناقص جذر مربع 3 على 2 غير مضبوط، وبالتالي غادي نمشيو للشكل الهندسي وغنلقاو واحد في المعيار وفي العمدة 5 بي على 6. إذن الزاوية اللي غتكونها المتجهة OB مع المتجهة O1 هي 5 بي على 6. ما نساوش التحويل ديالها للدرجة، غادي نلقاو 150 درجة. ويكفي أننا ناخدو المنقلة مية وخمسين درجة هي الموافقة 30 درجة من الجهة الأخرى. وناخدو قد المتجهة الوحيدية باستعمال البيركار، أو إذا كنتو استعملتو سنتيمتر يمكن لكم تاخدو القياس. أنا خديت 3 سنتيمتر في الوحدة، دونك هناخد 3 سنتيمتر، وغادي نلقى النقطة بي اللي كنقلب عليها بشكل مضبوط. النقطة بي توجد في هذا المكان. بالنسبة للنقطة سي، النقطة سي هي مماثلة النقطة بي بالنسبة للمحور الحقيقي. نستعمل التماثل المحوري باش نلقاو النقطة سي أين توجد. إذا كلكم كتذكروا طريقة رسم مماثلة نقطة بالنسبة لمستقيم، زاوية قائمة ما نساوهاش. ثم باستعمال البركار وبالتالي النقطة C توجد في هذا المكان. فنلاحظ بأن ZC غيساوي ناقص جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 E، وهذه مناسبة باش نذكركم بواحد القاعدة ديال التماثل المحوري. بالنسبة لنقطتين متماثلتين بالنسبة للمحور الحقيقي غيكون عندهم نفس الجزء التخيلي، عفوا نفس الجزء الحقيقي والجزء التخيلي عددا متقابلا. اذا نعود، نقطتين متماثلتين بالنسبة للمحور الحقيقي عندهم نفس الجزء الحقيقي وجزئيهما المتخيلين متقابلا، بعكس ان عندنا نقطتين متماثلتين بالنسبة للمحور التخيلي. مثلا الا خدينا نقطة هنا والمماثلة ديالها بالنسبة للمحور التخيلي، غيكون عندهم نفس الجزء التخيلي ولكن الجزئين الحقيقيين متماثلين أو متقابلين. ولا عندنا نقطتين متماثلتين بالنسبة لأو أصل المعلم، غيكون عندهم الجزئين الحقيقيين متقابلين وكذلك الجزئين التخيليين حتى هما متقابلين. دونك نردو البال لهاد الأشياء. ثانيا، ألف حدد معيار وعمدة العدد العقدي زد ماجسكول يساوي زد سي ناقص زد بي على زد أ ناقص زد بي. معيار وعمدة هذا العدد. إذن هنا غنستعملو طريقتين. الطريقة الأولى غنستعملو فيها الخاصيات ديال المعيار وديال العمدة، واللي بغى الطريقة الثانية يديرها. دونك بالنسبة للطريقة الأولى،
معيار زد يساوي معيار زد سي ناقص زد بي على معيار زد أ ناقص زد بي. يمكن لكم تكونوا حسبتوا من قبل المعيار زد سي ناقص زد بي والمعيار ديال زد أ ناقص زد بي، واللي ما حسبوش من قبل يمكن يحسبهم وفي غاميزيغ. إذا نعوضوا زد سي المعيار بالقيمة ديالو، ناقص جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي ناقص، مع ناقص هذه يولي زائد جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي، لأن ناقص مع زائد هذه يولي ناقص. وفي الأسفل اي ناقص مع ناقص زائد جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي. إذا ناقص جذر مربع 3 مع زائد جذر مربع 3 ما يمشيو، وتبقى لنا ناقص اي معيار ناقص اي على معيار جذر مربع 3 على 2 ناقص زائد 1 على 2 اي يساوي هنا 1، وهنايا 3 جذر مربع 3 على 4 زائد 1 على 4 يساوي 1 على 1 يساوي 1. إذا معيار زد يساوي 1. نمشيو للعمدة، أرجيمون زد يساوي أرجيمون أو يقايس من الأحسن زد سي ناقص زد بي على زد أ ناقص زد بي، يقايس أرجيمون زد سي ناقص زد بي ناقص أرجيمون زد أ ناقص زد بي، يقايس زد سي ناقص زد بي هو اللي عطانا ناقص اي قبيلات. اذا المعيار ديالو واحد والعمده ديالو هو ناقص بي على 2 ناقص زد ا ناقص زد بي هو اللي عطانا جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2، وبالتالي المعيار ديالو واحد والعمدة ديالو هو بي على 6 بترديد 2 بي، يقايس ناقص بي على 2 ناقص بي على 6 بترديد 2 بي مع توحيد المقامات، ناقص 3 بي على 6 ناقص بي على 6 هي ناقص 4 بي على 6 بترديد 2 بي، وهكذا غادي يكون عمدة العدد العقدي زد هو ناقص 2 بي على 6 بترديد 2 بي. هذه الطريقة الأولى. نشوف الطريقة الثانية اللي بغا يديرها، ماشي مشكل، وانتم ما ملزمينش تدير الطريقتين بجوج، واحد الطريقة كافية. لدينا زد يساوي زد سي ناقص زد بي على زد أ ناقص زد بي، إذا نعوض كل واحد بالقيمة ديالو، ناقص جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 إي ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 إي، وفي الأسفل إي ناقص جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 إي، إزالة الأقواس ناقص جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي ناقص جذر مربع 3 على 2 ناقص ناقص هنا دونك تولي زائد ناقص 1 على 2 اي، ولتحت اي ناقص كاين ناقص هنا دونك تولي زائد جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي، هادو عددا متقابلان يساوي ناقص اي على جذر مربع 3 على 2 زائد 1 على 2 اي، وغنضربو في المرافق ديال المقام 2 زائد 1 على 2 اي عامل جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي جذر مربع 3 على 2 ناقص 1 على 2 اي، وفي الاخر غادي نحصلو على ان زد يساوي ناقص 1 على 2
ناقص جذر مربع 3 على 2 اي. معيار ز جذر مربع ناقص 1 على 2 اس 2 زائد ناقص جذر مربع 3 على 2 اس 2 يساوي جذر مربع 1 على 4 زائد 3 على 4 يساوي جذر مربع 4 على 4 يساوي 1. هذا بالنسبة للمعيار. بالنسبة للعمدة، إذا ندوزو بالشكل المثلثي، زد يساوي واحد عامل كوسينوس ناقص جي بي على 3 زائد إي سينوس ناقص جي بي على 3. عفوا نرجع للطريقة الأولى، هنا مع الاختزال هنا على 3 وليس على 6، على 3 عفوا أعتذر، لأن ناقص 4 على 6 الاختزال ناقص 2 على 3 أعتذر. وبالتالي أرجمو زد يقايس ناقص 2 بي على 3 بترديد 2 بي. إذن هذا الطريقة الأولى وهذه الطريقة الثانية. السؤال ب، الزاوية بأ بسي تقايس أرجمون زد بسي على زد بأ تقايس أرجمون زد سي ناقص زد بي على زد أ ناقص زد بي اللي هي أرجمون ديال العدد زد اللي يلا حسبناه. إذا الزاوية بأ بسي تقايس كما لاحظنا ناقص 2 بي على 3 بترديد 2 بي. وبما أن معيار زد سي ناقص زد بي على زد أ ناقص زد بي يساوي واحد، فإن المثلث ABC مثلث متساوي الساقين سي بي. هذه النقطة اللي كتعاود هنا سي بي. السؤال الثالث ألف، لدينا M لحق ديالها Z التي تحقق معيار Z ناقص ZA على Z ناقص ZB يساوي واحد. إذن معيار Z ناقص ZA يساوي معيار Z ناقص ZB. إذن M تنتمي إلى واسط القطعة AB، وبالتالي D مجموعة النقط M التي تحقق Z ناقص ZA على Z ناقص ZB تساوي واحد هي واسط القطعة AB. السؤال ب، مثل المجموعة دي. تمثيل المجموعة دي
انظر الشكل، نرفعوا الشكل، نرسم القطعة AB ونرسم وسط القطعة AB باستعمال البركر. هي هذه مجموعة النقاط D التي تحقق الشرط ديال M. هكذا كيكون انتهى التمرين. إلى اللقاء في تمرين آخر، وما تنساوش تشجيعاتكم مدعاة لاستمرارنا. إلى اللقاء.